اتفضلي يا استاذه ريهام. اهم حاجه طبعا الفتره الاخيره الصفقه ما بين النادي الاهلي وما بين مودرن فيوتشر وعمر كمال. طبعا اللي اتعرف خلال الفتره اللي فاتت ان نادي فيوتشر طلب 3 لعيبه طبعا على سبيل الاعاره من النادي الاهلي وهم صلاح محسن وكريم ندفد وخالد عبد الفتاح مقابل طبعا انتقال اللاعب في فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه، ودي كانت اخر جلسه تمت بين مهندس عادل القيعي رئيس شركه الكوره وبين كابتن هيثم عرابي في نادي مودرن فيوتشر. ايه اللي حصل بعد كده؟ لحد اللحظه دي النادي الاهلي ما تواصلش مع نادي مودرن فيوتشر ولا قال له اوكي ولا قال له تمام او لا على الصفقه لحد اللحظه دي، يعني ماشي. الدنيا واقفه لحد ما فيوتشر طلب تمام الاهلي رد قال او لا ما حصلش. طب ماشي. هناخد نقطتين تانيين، النقطتين دول مهمين جدا هناخدهم في الحسابات. يعني الثلاث لعيبه، هل الثلاث لعيبه تم ابلاغهم ان في نادي عايزهم او ان هم هيخرجوا او تم مناقشه الامر مع الجهاز الفني؟ لحد دلوقتي لا، الثلاث لعيبه ما تمش ابلاغهم ان في نادي عايزهم او حتى استطلاع لرايهم انتوا موافقين تخرجوا ما تخرجوش، الكلام ده كله لسه ما حصلش ولا حصل ما بينهم قاعده وما بينهم ما بين الجهاز الفني او لجنه التخطيط او اي حد في النادي خالص. ده بالنسبه للنقطه الاولى. النقطه الثانيه وهي النقطه اللي تحس ان هي معوقه يعني او عائق في الموضوع، وهو ان الاهلي اصلا مخلص اعاراته. يعني الاهلي عنده 7 اعارات، ال7 اعارات اوريدي خلصانين تمام، فبالتالي هيخرجوا ازاي؟ ده محتاجين يشوفوا لها شكل او رؤيه تانية لطريقه خروج الثلاث لعيبه من النادي لو هيخرجوا. وهو في موضوع مهم برضو، ايه؟ كولر نفسه هيوافق يعني ولا لا؟ ما هي دي بقى النقطه الثالثه اللي انا كنت هكلمك فيها. انت قلت نقطتين. لا معلش، ما انا بتحمرقي. لا والله ابدا، انت كنت هتقولي الثالثه دي بعدين؟ والله العظيم كنت هقولها. كانت هتقولها يا شباب؟ والله كنت هقولها، ما تقلقش. يا ابني انا جاي النهارده، جاي النهارده اللي كده وكده انا ما شغال. صح. اتفضلي يا ريهام. النقطه الثالثه كولر. كولر والقيد الافريقي تمام؟ في لعيبه طبعا او اللعيبه دي مقيده في القيد الافريقي للفرقه، فبالتالي علشان يخرجوا كده في مكانين في القيد الافريقي هيروحوا. ماشي. هل هيبقى في اماكن لعيبه تانية مكان دي علشان القيد؟ ايه اللي هيحصل؟ الكلام ده كله دي مشكله بالنسبه له، لان خلاص انت لو خرجت صلاح محسن فهيبقى في مودست وكهربا بس في المكان ده تمام. كريم ندفيد برده هو محتاجه ستيل، لسه محتاجه في وسط الملعب، هو ما خدش قرار في خروج ندفيد خالص لحد دلوقتي. خالد عبد الفتاح احيانا كتير بيستغله زي ما انت ما شفت الفتره اللي فاتت، باك يمين باك شمال بيلعبوا جوكر في كذا مكان تانيين، فلحد دلوقتي لسه برضو حتى الجهاز الفني ما اخدش قرار، وموضوع القائمه الافريقيه دي ستيل عائق لحد دلوقتي برضو في قصه انتقال الثلاثي يعني المودرن فيوتشر.